معنا الكابتن عبد الشافي، اهلا بك في وقت اخبار اليوم. اهلا بيك يا حبيبي. طبعا حضرتك عضو مؤسس في جمعيه اللاعبين القدامى، فعايزين حضرتك توصل لنا الرساله اللي انت النهارده بتوحد ما بين الجهازين الفنيين بتوع النادي الاهلي ونادي الزمالك. لا هو طبعا احنا بنسعد لما اي مدرب بيقدر يحقق نتيجه، فطبعا دي حاجه بتسعدنا، لان زي ما بقول دايما المكسب والخساره دول جزء من شخصيه اللعبه. والنهارده النادي الاهلي حقق بطوله كبيره جدا، ونادي الزمالك حقق بطوله كبيره ايضا اللي هي كاس مصر. فانا بعتقد ان الموده اللي بيننا كمدربين وكمسؤولين وكزملاء كنا واحنا بنلعب مثلا واستمرينا سواء اداريين او لاعبين او مدربين، دي كلها بتفرض علينا ان احنا نبقى موجودين باستمرار. لان اذا كان في تنافس بس اللي بيجمعنا اساسا الحب والود والاحترام والسلام، فانا اعتقد ان دي حاجه مهمه جدا. ويمكن الجمعيه دايما بتقوم بهذا، وليها برضو ايادي جميله وطيبه على اي انسان مننا او من الرياضيين او من الوسط بيحصل له اي حاجه، فبتجد ان احنا واقفين او الجمعيه واقفه جنبه. انا بوجه شكر الكابتن ابو رجيله والكابتن عبد المنعم الحاج وكل المسؤولين عن الجمعيه، لانهم بصراحه بيحافظوا باستمرار على العلاقه اللي هي المفروض انها تبقى بتمثل رساله للوسط الرياضي مش بس كره القدم. لان احنا في الوسط الرياضي ده ممكن يعني يشع منه الخير كله للمجتمع كله، للمتفرج وللناقد وللاعلامي وللعيب وللمدرب والمتفرج، كل العناصر بتاعه اللعبه لما تشعر ان المسؤولين عن لب الموضوع اللي هم قائمين على الموضوع نفسه اللي هي الرياضه في مواد بتجمعهم، مفيش شك ان دي بتيسر عمليه ان يبقى في خير بيجمع الوسط كله، التعصب يقل، المحبه تزيد. فنتمنى خاصة في الظروف اللي احنا بنمر بيها كبلد ان شاء الله كده الرياضة ترجعنا مرة تانية. واديك شفت النهاردة التجمع اللي كان موجود في ماتش الاهلي وماتش الزمالك قبل كده، اعتقد ان دي حاجة رسالة كويسة. برضو ما يفوتنيش ان انا اهني كابتن محمد يوسف وكل زمايله اللي كانوا الموجودين معاه، وكابتن سيد عفيز وزمايله اللي موجودين في الجهاز الاداري. برضو نفس الكلام بالنسبة للكابتن حلمي طولان وزمايله اللي موجودين معاه في الأجل.